بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. عندنا في الدنيا بنصنف بعض بالمنطقة اللي كل واحد ساكن فيها، فيقول لك أصل دي بنت ناس جدا، دي ساكنة في الزمالك، ده ابن أصول، ده تربية جاردن سيتي، ده واد مجدع من شبرا، ده لبط من إمبابة، ده غلبان جاي من المرج، وهكذا. نفضل طول عمرنا نتقيم بسكننا وبيوتنا ومناطقنا. لو بيت فخم دول ناس شيك قوي وهاي ليفل، لو بيت بسيط لا دول ناس غلابة وعلى قد حالهم. في حين ان المعادلة بتتبدل تماما لما الدنيا بتخلص. البيوت دي كلها بنسيبها بعد ما بنقعد عمرنا كله نبني فيها ونقيفها على حسب مزاجنا، ويارتها ممكن مثلا نسيبها لولادنا زي ما احنا متخيلين. الحقيقة لأ، الحقيقة البيت اللي أنا ساكنة فيه دلوقتي ده كان فيه مكانه ناس تانية خالص، يعني بمباني تانية اتهد واتباع 100 مرة لغاية أما أنا وصلت له، وبعد الزمن ممكن يكون يعني مش بعيد قوي هيجي مكاني ناس تانية خالص برضو معرفش عنهم حاجة، هيناموا وياكلوا ويشربوا ويعيشوا مكاني، في حين أنا مش هيبقى مكاني الدنيا دي أصلا، هبقى في حتة تانية. بيوتنا مؤقتة وعيشتنا فيها مش دايمة. البيوت اللي دايمة واللي ربنا يعني بيوعدنا بيها هي بيوت الجنة، اللي يا رب يعني نحجز لنا فيها مكان، وساعتها ممكن اللي كان ساكن في أبسط مكان في الدنيا يبقى مكانه في الجنة جنب اللي كان ساكن في قصر، وممكن يبقى قصره في الجنة أفخم من قصور الملوك في الدنيا. إحنا هنستكمل سلسلة شكل الجنة اللي يا رب يعني ربنا سبحانه وتعالى يوعدنا بيها. بدأنا الأسبوع اللي فات أبواب الجنة، يعني بدأنا كده من المدخل بأبواب الجنة، والنهاردة هندخل على البيوت والمساكن ومنازل وقصور الناس في الجنة. يا ترى شكلها ايه؟ من اقل مرتبة لاعلى منزلة. فضيلة الشيخ احمد الصباغ، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك يا استاذ، ومتعنا بقى النهاردة بالحلقة دي. ربنا يبارك في حضرتك وشرف لينا وجودي مع حضرتك. الله يحفظك وصلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب. إنها الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فتحنا الأبواب ووصفنا أنها ثمانية أبواب، والنهاردة هنقول ما بين مصراعي الباب، يعني من الضرفة للضرفة وهي مفتوحة كده الباب. سيدنا النبي قال مسيرة 40 عاما وإنه ليأتي عليه يوم يكتظ من الزحام. يا سبحانك يا 40 سنة اضربيها في 8 أبواب رئيسية وهتكتظ من الزحام. شوف حضرتك يا أستاذة، ده من قبل كمان ما ندخل الباب، قبل ما نوصف كمان البناء، أحيانا بيبقى فيه نوع من البرفان أو نوع عطر معين بتبقى رائحته نفاذة قوي، يقول لك ريحته شديدة قوي. طب ايه رايك في رائحه الجنه؟ يعني اكتر واشد عطر في الدنيا تشميه على مسيره كام او على بعد كام؟ مثلا يعني مترين ثلاثه، بيبقى بره، يبقى في البيت واحنا نشوفه نشمه من اقصى حاجه يعني. لكن الجنه بقى يا ترى ريحتها تيجي على قد ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ريح الجنه لا يشم من مسيره 40 سنه. قبل ما توصل لها ب 40 سنه ودي. الله. وفي ناس شموا رائحة الجنة في الدنيا، ودي مش قصتنا النهاردة، هنقولها فيما بعد. شمينا الرائحة على قبل 40 سنة، فتحنا الأبواب، دخلنا الجنة بسم الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه وقالوا له يا رسول الله صف لنا الجنة ما بناؤها. هندخل دلوقتي على جدران الجنة، الجدار بتاع الجنة يا ترى ايه، من الجرانيت ولا من ايه؟ لا ده عدى الموضوع خالص بقى، بس هناخدها في اطار يا دعاء هانم. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. وكل ما خطر ببالك فالجنة افضل من ذلك. فسيدنا النبي بدأ يقرب المسافات ويقول بناؤها يعني جدران الجنة. ركزي بقى، هنقول الحديث وبعدين نشرح. لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ايه هي اللبنة يا استاذة؟ اللبنة هي القالب، الطوب. الطوبة بالبلد بتاعنا سواء دلوقتي بقى طوب مثلا جرانيت، طوب ابيض، طوب احمر، طوب من اللي هو الطوب اللبن، طوبه اسمها لبنه. لبنه من فضه ولبنه من ذهب. انت واخده بالك من المنظر الجمالي؟ يعني طوبه صفراء وطوبه بيضاء. شفت الجمال بقى. طيب ملاطها ايه؟ هو الملاط بكسر الميم. الملاط هو المونه او الاسمنت اللي ماسك بين الايه، بين الطوبتين كده، واخد بالك من المشهد ده؟ يبقى طوبه ذهب وطوبه فضه
وملاطها يعني المونة اللي ماسكة بين الطبتين الـ الـ الأسمنت اللي بينهم. خير يا رسول الله؟ قال هو المسك الأزفر. خبر أبيض، طوبة من ذهب وطوبة من فضة، واللي بينهم ماسكاهم الإيه؟ المسك. طب تصوري كده معايا شكل الجدار ده يبقى عامل إزاي؟ عشان احنا بنعمل جدار متر في متر ولا بتاع ديكور معين بنصرف عليه قد ايه، وعشان الشكل الجمال. طب دي بقى طوبه فضه وطوبه ذهب وملاطها المسك الايه؟ الازفر. ايه هو الموضوع الازفر يا استاذه؟ اللي هو نفاذ الرائحه. كلام جميل. طب ادي الجدار، ننزل تحت بقى للي هي اقل حاجه في الجنه، اللي هي التربه او الارضيه بتاعت الجنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بناؤها لبنة من فضه ولبنة من ذهب، حفظنا خلاص. وملاطها المسك الأزفر. خدي بالك بقى، وترابها التراب اللي بندوس عليه برجلينا، وترابها الزعفران. طب والحصو اللي على الأرض يا سيدنا النبي؟ قال وحصباؤها، الحصو اللي مرمي في الأرض، هو اللؤلؤ والياقوت. من دخلها، كمالة الحديث، من دخلها ينعم ولا يبأس ويحيا ولا يموت، لا تبلى لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. كده كده نقلنا اهوت بقى. يبقى خلاص عرفنا الجدار هو الطوبه ذهب طوبه فضه، المونه هي المسك، التراب هو الزعفران، الحصو اللي في الارض هو اللؤلؤ والايه؟ والياقوت. سالوا النبي عن ارضيه الجنه، الارضيه عامله ازاي؟ قال وصف جميل قوي، قال درمكه بيضاء ومسك خالص. درمكه دال درمكه دال ره ميم كاف تيه مربوط. ايه الدرمكة؟ الدرمكة العلماء قالوا هي عبارة عن العجينة الدقيق اللي معجون عجينة واحدة وشديدة البياض. يعني النبي كأنه بيقول أرضية الجنة قطعة واحدة، شكل واحد، ما فيهاش عالي وواطي، ما فيهاش أبيض وإسود، لا كلها بيضاء ناصعة البياض، ومسك خالص. يعني ايه المسك الجميل؟ يعني ايه؟ يعني أرضية الجنة ما فيهاش تراب، ما فيهاش غبار، ما فيهاش نكنس في الجنه، ما فيش الكلام ده. درمكه بيضاء ومسك ايه؟ ومسك خالص. يبقى عرفنا الجدار، عرفنا الحصو، عرفنا التراب، عرفنا شكل ارضيه الجنه ايه. طيب يا رسول الله، خيام الجنه، الخيمه او الخيمه بتاعت الجنه، هي الجنه فيها خيام؟ امال ايه؟ كل ما تفتكر موجود في الجنه. سيدنا النبي قال وان للمؤمن خيام في الجنه، للخيمه الواحده طولها 60 ميلا. خدي بالك بقى، وإن له فيه فيها أهلون، أهل وناس وحبايب، لا يرى بعضهم بعض من سعة هذه الخيمة، من شدة اتساع الخيمة اللي في الأركان الأربعة، أو اللي بعيد عن بعض مش سامعين بعض ولا شايفين بعض. طب إيه تاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدي خيام الجنة. طيب الـ 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 الأشجار اللي قدام المباني بقى واللي قدام الخيام، شوفوا الجمال بقى. قال صلى الله عليه وسلم إن الشجرة في الجنة، إن لشجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المدمر. نترجم؟ نترجم. يسير الراكب يعني راكب. الجواد يعني على فرس. المدمر يعني شديد السرعة. يعني فرس، وسيدنا النبي بيضرب المثل هناك بالفرس، احنا نضرب النهارده بأسرع حاجة هناك. ما هو ده بقى تجديد الخطاب الديني، واحنا مش هنجيب الدين جديد، احنا هنجيبه بلغة العصر. هناك بقى الفرس السريع هنجيبه النهارده بقى زي الطياره ولا الصاروخ ولا ولا سرعه الانترنت، هنجيبه باسرع ما يكون. يسير، ان شجره في الجنه يسير الراكب الجواد المدمر في ظلها، تحت ظل الشجره 100 عام ولا يقطعها. يا لهوي، ايه ده؟ 100 عام لا يمكن دماغك بص شوفي بقى. فالصحابه تعجبوا زي حضرتك كده. فسيدنا النبي قال لهم اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. صح، في شوف القرآن، شوف الجمال الكريم. شوف شوف الجمال، يعني هو بيوصف كلمة وظل ممدود. شوف دماغنا القاصرة ممكن تقول لك ظل ممدود لغاية آخر الشارع مثلا. فهو قال لك حاجة فعلا ولا يخطر على قلب بشر. يعني خلاص ولا يمكن، حتى لو أنا ترجمتها 100 سنة ماشي، مش هجيب، مش هوصل لها. لا، وهو ضرب اسرع حاجه هناك. احنا نضرب اسرع حاجه هنا 100 سنه بالطياره، يا خرابي. طيب تروح فين؟ مش عارف. لو في اسرع من الطياره دلوقتي. هو النبي ضرب مثل باسرع شيء هناك. اسرع وسيله مواصلات او اتصالات، اسرع اتصالات دلوقتي الانترنت. يعني يبقى في امريكا واحنا في مصر هنا خلاص. يعني هو تقريبا كل شيء في الجنه لا ما لا نهايه. ايوه نعم، يعني نعم. خلاص انت مش هتوصل لاخر. نعم صحيح. غرف الجنه، هي الجنه فيها غرف، امال ايه؟
الجنة فيها غرف وأجنحة وسوتات وفنادق وقصور. لا ده لسه احنا ما قلناش حاجة. طب قبل ما ادخل على غرف خد أمنية. اتفضل يا أمنية. الو اهلا بيكي مساء النور. انا كان عندي سؤال عايز اسال على حاجه. اتفضل. يعني شوقتونا جدا للجنه ويعني نفسنا ان شاء الله نكون من اهل الجنه. طيب انا لو انسان عملت ذنوب في حياتي وندمت جدا على الذنب دوت وتبت لربنا يعني هل يعني اللي عنده ذنوب بيدخل الجنه؟ يعني هل بتيجي يوم القيامه الذنوب بتتمحي ولا بتفضل موجوده ولا بتعذب فيها؟ يعني الموضوع ده بيشغلني جدا وعايز اعرف. حاضر. سؤال حلو يا أمنية شكرا ليكي. نعم. نجاوب. اللي عنده ذنوب بيدخل الجنة؟ لو لم أقول لحضرتك حاجة، لو كان أهل الجنة الذين سيدخلون الجنة بدون ذنوب ما دخل الجنة أحد. صحيح. نجيبها من الإيه؟ من الآخر. نجيب من الآخر. ولو كان أهل الجنة سيدخلون الجنة بأعمالهم ما دخل الجنة أحد حتى رسول الله. آه. يحيى الصباغ حتى الرسول مش أنا اللي قلت ده سيدنا النبي هو اللي قال. امال ندخل الجنه ايه؟ بصلاتنا؟ بحجنا؟ لا لا لا. بصدقاتنا؟ برضو لا. بقيام لنا لو قعدنا ساجدين طول عمرنا امال ايه؟ هندخل الجنه برحمه ربنا. سيدنا النبي قال كده. بقول للصحابه يا استاذ دعاء بقول لهم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. ده الصحابه اللي هم مين اللي هم بالنسبه لي وليك وللزمن النهارده؟ احنا بالنسبه لهم ايه؟ صيامنا ايه بالنسبه لهم؟ قيامنا ايه؟ صلاتنا ايه؟ ده الصحابه يعني عمل يعني. فسيدنا النبي بيقول للصحابة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فقالوا له واحد من الصحابة بيأكد السؤال، هو مش بيستفهم، هو بيأكد المعلومة، قال له حتى أنت يا رسول الله؟ الراجل متوقع يا دعاء هانم إن الإجابة النبي يقول له لا أنا بقى بالذات عمري يدخلني ده أنا جهدت وكافحت وتعبت وشلت الهم والنكد ولادي ماتوا وقدمي تفطرت من القيام طبعا. فالراجل بس مستني النبي يقول له لا أنا عمري يدخلني. النبي صدم الراجل وفاجئنا كلنا. قال له بتقول ايه؟ قال له انت بتقول يا رسول الله عملنا مش هيدخلنا، بس انت اكيد بقى عملك هيدخلك، هو ده المعنى. أيوه. فالنبي قال له لا، حتى انا لن ادخل الجنه بعملي الا ان يتغمدني الله منه برحمه وفضل. الله الله. يعني النبي بيقول نفسه لا عملي ما يدخلنيش، انا هدخل الجنه برحمه ربنا. فانا بقول للاخت السائله وكل واحد وبقول لنفسي كلنا ذنوب وكلنا معاصي، وما فيش حد مذنب وحد مش مذنب، ولكن في واحد اذنب ربنا ستره وواحد اذنب ربنا ما ستروش. فالحمد لله ربنا سترنا. طب انا اذنبت وتوبت، خلاص ما هو ده المطلوب. كلما اذنبت فتوب. وعشان كده لازم نستحضر فكره الله يرحمه دي. ما تبقاش كده. وكمان يعني ندعيها ندعيها بجد بقلب الله يرحم فلان يا رب. وفي نقطه مهمه يا استاذه، اما تيجي تقول لك امال خالك فلان عامل ايه ولا عمك الله يرحمه، يقول لك لا يا عم ده لسه عايش. يعني الرحمه للميت بس، الرحمه تجوز للعيش والميت. ده الصح ان انا اقول ايه؟ فلان مريض الله يرحمه، اللهم ارحمنا. اللهم ارحمه احياء واموات. ده الرحمه حتى يقولوا الرحمه ما رحمه الايه؟ الحي. احنا محتاجين الرحمه في الحياه اكتر. صحيح. من صحيح. اصل انت كده في الاخره في رحمه الله. صحيح. فاحنا عايزين نغير المفهوم عند الناس، يقول لك ايه احمد الصباغ الله يرحمه، يا عم ده عايش انا لسه شايفه النهارده، حرام عليك موت الراجل. لا يا عم ربنا يرحمه. يعني دي حاجه احنا تعودنا عليها بس الرحمه تجوز عرفا بس. طيب هاخد مي وغرف الجنه بقى. حاضر. ندخل بعدها على غرف الجنه. يا مي. الو. اهلا بيكي يا مي اتفضلي. اهلا بيكي. انا كنت بس عايزه اسال، هو احنا في الجنه بنختار جيراننا؟ حلو حلو السؤال. احنا في الجنه بنختار جيراننا؟ جميل ماشي جميل. قول لنا بقى فضلت الشيخ. حلو سؤال رائع. بصي ما من انسان او ما من مخلوق الا وله منزلان او له بيتان، بيت في الجنة وبيت في النار. فسيدنا النبي قال يعني ايه بقى؟ يعني ربنا خلق الجنة تسع كل الخلق لو دخلوا جميعا الجنة. وخلق النار تسع كل الخلق لو دخلوا جميعا النار. ازاي بقى؟ فسيدنا النبي يقول المؤمن يبني بيته في الجنة ويهدم بيته الذي في النار. والعكس الكافر يهدم بيته في الجنة ويبني بيته الذي في النار. وفي رواية قالت لا ده بيوت الجنة هي اللي النار هي اللي تهدم، لكن الجنة لا هدم فيها. أمال طب فيه واحد كان ليه بيت في الجنة وما دخلش والعياذ بالله خير؟ قال لك يورثه جاره اللي جنبيه. زي ربنا ما قال إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله. طب إحنا هنختار جيراننا، كل اللي تتمنيه في الجنة هتلاقيه. سيدنا النبي قال فيها، هنقول بعد كده بقى، فيها ربنا قال في القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وجمال الجنة يا أستاذة هتتفاجئ بعد كده بحاجات رهيبة، إن ما فيش واحد ظهره للتاني، ما فيش واحد قفاه للتاني،
ما فيش بيت ظهره للبيت التاني. امال ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ على سرر متقابلين. متقابلين يعني ايه؟ ظهر مش ليك ابدا. الوجوه كل ما, 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 ما نحكمش عقلنا بقى، ناخدها على طول في اطار ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. يعني ازاي تيجي ازاي دي ومش تيجي ازاي دي؟ ما تجيش بس موجوده. موجوده، ما تشغلش فيها عقلك، لان صحيح. عقلك مش هيتحملها، هيقف لغايه نختار جيراننا. لان سيدنا النبي قال كده في ولك فيها، في الحديث القدسي، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ده لدرجه ان واحد فلاح اشتهى يا استاذه مره ان هو يعمل طين ويزرع في الجنه، فاعطاه الله ما تمنى. جميل. طب قولي سريعا كده قبل التليفون الجاي، غرف الجنه؟ غرف الجنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، تكلم عن غرف الجنه، قال وان اهل الغرف بالنص كده، وان قال القران قال له لهم فيها وهم في الغرفات امنون. وقال غرف من فوقها غرف مبنيه. ده في القران. في القران. السنه بقى سيدنا النبي فسرها وقال فسرها. ان اهل الغرف برضو ما العين رات، ان اهل الغرف لا يتراءون من فوقهم. الجناح ده يشوف الجناح اللي فوقيه، السويت ده يشوف السويت اللي فوقيه، الفندق ده يشوف اللي فوقيه، المسافه قد ايه يا رسول الله، الدور اللي فوقيه قد ايه. قال وان اهل الغرف لا يتراءون من فوقهم كما ترون انتم الان النجم الغابر في افق السماء. نترجم؟ العقل مش متخيل، مش عارف اوصل. نترجمها دي. ترجم. يعني الغرفه اللي تحت هتشوف الغرفه الدرجه الاعلى منها، الدرجه الاعلى منها، زي ما احنا دلوقتي بالليل نشوف النجم في السماء. يا خرابي. شوف الدور التاني، الدور اللي فوقيه على طول. شوف المسافه قد ايه. واقول لحضرتك لسه هنقول احاديث الانسان يعمل كده. شيء مذهل. بتتكلم جد. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى. دي تاخد كام نجمه؟ ال 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 احنا بنقول فندق 5 نجوم و10 نجوم سبع نجوم و10 حاجه بقى مبهره. ويقول لك ايه؟ اعداد الشركه الفلانيه العالميه. طب دي بقى اعداد الملك. أعددته، خدي بالك من كلمة أعددته، أهم كلمة في الحديث طبعاً. أهم من أي حاجة. أعددته لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. جميل. حجة ليلى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة دعاء؟ أهلا وسهلا. ازيك يا حضرة الشيخ؟ أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. من فضلك أنا عايزة بس أسأل الشيخ في حاجة كده، يعني أشوف بقى أنا هل هي جنة ولا إيه بالظبط. انا عندي بنتي مخصماني من قبل رمضان، مش عايزه تكلمني، وانا كمان انا زعلانه قوي منها. يعني هي حتى ما حبتش حتى تقدم اي حاجه عشان اسامحها او كده. هي دايما على طول من ساعه ما باباها توفى وهي على طول كده مش عايزاني. يعني انا زعلانه منها لانها مش بتصلي، فبرشدها للحاجات الكويسه وهي بتاخدني يعني زي عدو ولا حاجه كده، الله اعلم بقى. كان سبب الخناقه ايه اللي تخليها تقطعك شهرين كده؟ هو انا لازم اقول بالظبط؟ مش لازم بالظبط، بس يعني انا حاجة... جوزت اخوها معايا في الشقه. مثلا اخوها على قد ما فيش فلوس ياخد شقه بره. فانا جوزته قعدته معايا بعياله، قعدته معايا. فهي عايزه تاخد غرفه من الشقه، وهي الشقه كلها غرفتين. هي عايزه تمتلك غرفه. عندك اولاد غيرهم؟ انت عندك اولاد غيرهم؟ انت عندك بنت وولد بس؟ انا عندي بنت الحمد لله رب العالمين، ربنا يهديها ويصلح حالها، يوجوزها وبتبرني على طول. يعني ماسكه حاجه زي رساله كده، وبتكلم اختها كتير وبتصلح ما بيننا، ما فيش فايده حضرتك. وبدعي لها والله. انا بدعي لها. يعني انت عندك بنتين وولد؟ عندي بنتين وولدين. بنتين وولدين، واحد فيهم بس هو اللي سكنتيه معاكي؟ هو اللي قعدتي وكان في وصيه ابوه. طب غيرهم موافقين يا استاذه؟ والباقيين موافقين انك تقعدي معاهم؟ لان ما عندوش وبيدرس لسه. ما عندوش امكانيات. وهي عندها بيت وربنا كرمها اخر كرم، والعيله تدخلت وما فيش فايده، مش عايزه تسمع كلام حد. فحطلنا العرش بتاعها جوه اوضه، ومشاكل حضرتك بقى، يعني مش قادره اقول لك مشاكل كتير قوي. بس انا كله برضو يعني نفسي. يعني هي متجوزه ومخلفه؟ معاها بنتين. معاها بنتين. طيب هي الشقه دي بتاعت زوج حضرتك؟ نعم. زوج حضرتك موجود؟ توفى حضرتك. انا ارمله. الله يديك الصحه. والبيت ده بتاع زوجك ولا بتاع حضرتك؟ لا، بيت
الشقة دي حضرتك دي إيجار واخدها متجوزة فيها من زمان. إيجار قديم. أيوه أيوه تمام يا فندم. بس فقعدت ابني الصغير ده معايا وبزوجته وبأولاده. يعني مش ملك يعني هي. يعني هي شقة مش ملك، هتاخد أوضة تعمل بيها إيه وهي متجوزة في شقة بره؟ بيت أبويا عامل إيه؟ ربنا يوسع عليها كمان بنتها، ربنا يوسع عليها. تعالى يا شيخ أحمد الله يبارك. ربنا يحفظك يا أمي، ربنا يحفظك. حاضر. ربنا يهديها. تعمل ايه معايا؟ اقول لك من قوسين، لكل واحد مزعل امه وكل واحد مزعل باباه، حتى مش لو قالوا، مش لو كانوا عصاه بقى او لو كانوا عاملين مشاكل، لو كانوا كفار. شوفي اجيب من الايه، من الاخر، من الاخر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجنه اللي احنا بنقول عليها ده ايه اللي احنا مشتاقين للجنه وكلنا بنعرق ونجد ونجتهد عشان الجنه. سيدنا النبي قفل الباب بتاع الجنه في وش العبق. ده من الاخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. وقال صلى الله عليه وسلم: مكتوب على باب الجنة أنت حرام على العاق. يجي يوم القيامة يدخل يقول له برا يا جماعة، اسمك الموضوع مشطوب. خطير. مال خطير مرعب. وهتشرب من نفس الكاس. ده احنا لما احنا بنترعب لو البيت قايل للسقوط، او لو انطردنا من مكان مثلا المستاجر ما لو ما دفعش، لو في قضيه بينه وبين المستاجر ولا بتاع، يترعب ويعمل حساب قوي اليوم ده. طب احنا الحاجه اللي ملهاش نهايه دي بقى، ما احنا كنا ماشيين، اصل بيوتنا دي ماشيين مسايبين صح بالظبط، ولا قاعدين فيها ولا لها لازمه، ولا ليها لازمه خالص. هنمشي ماشيين كلنا منها. بس هو عشان من باب الامانه لابد كنا نسمع الطرف الاخر، مش الطرف الاخر عشان الطرف. ما انت حضرتك دلوقتي سالت وتقريبا عرفنا الوضع. يعني هو مش بيت مثلا ملك وفي ورث، والراجل معذور، ما معهوش. هو مش بيت حتى فيه ورث، هو ما فيش ورث، واخواتها موافقين. وخدي بالك النقطه المهمه، هي مش محتاجه ومتجوزه وقاعده في بيت بره، هو مش محتاجه، بس تكدير بقى ونحط عفشنا جوه وكده. سبحانك يا رب. طب فالوضع يعني، ما لو هي دلوقتي اختها، اخت الزوج ده بتسمعني، او بنت حضرتك يا حاجه بتسمعني، او اللي بيسمعني وعارفها يبلغها، بقول لها الحقي نفسك، الدنيا مش مستاهله. ممكن امك معاك النهارده، بكره مش هتلاقيها. وهتندمي ندم عمرك. لا الاوضه هتنفعك، ولا شقه هتنفعك، ولا فيلا هتنفعك، ولا عقل والديه لا ترفع له صلاه، ولا يقبل له عباده، والله عز وجل يغضب عليه غضب الوالدين من غضب الله. وهتجيبها منين بقى بعد ما يتتوفى الله بعد عمر طويل؟ هتجيبها منين؟ هتعمل ايه؟ هتندم. الناس بتكلمنا بتعيط، تقول لك اعمل ايه؟ لا، وفي نقطه يا استاذه، اطلع صدقه، وخدي بالك ادعي لها. طب ما كانت قدامك. ايوه، عارفه القصه في ايه؟ ان من علامات الساعه ان الام هي اللي بتجري ورا بنتها تصالحها. ده علامات الساعه، ان تلد الامه ربتها. يعني مش البنت هي اللي بتجري على، يعني الصح ان البنت هي اللي معلش يا ماما ارضى عني يا ماما وتبوس ايد ماما ورجل ماما. لا يا عيني، ده الام الطيبه المسكينه هي اللي بتقول انا نفسي بنتي ترضى عني. انت واخد بالك من اللقطه ديت؟ صحيح. ده احنا في علامات الساعه بصراحه، يعني والله ملهاش اي قيمه خالص. طيب غزهم بقى بالجنه يا رب كده يا رب. اللهم اجمعنا فينا يا رب يا رب. اللهم كما تكلمنا عنها نظريا، الجنه اللي هيتحرم منها كل عاقل ابوه وامه. بالسلامه. يا حجم المعلومه دي ايه؟ ما صحيح. ده الحديث صحيح 100%. ايه بقى ايه بيقول؟ لا يدخل الجنه عاق، يعني كده على طول بشكل مباشر. خلصت. خلصت. طب قول لنا بقى، احنا خلصنا الغرف، درج الجنه، السلالم، درج او درجات، وده هيطلع بالسلم لغايه النجمه فوق. هنقوله درجات بقى، درجات الجنه. قول لنا بقى، لان ربنا بلاش نتكلم عن النار خالص. ربنا جعل الجنه درجات والنار دركات. ايوه صح. ايه الفرق بين الدرج والدرك؟ الدرج لفوق، انما الدرك لتحت. يعني النار كل ما تنزلي كل ما يبقى اصعب، الجنه كل ما تطلعي كل ما يبقى احسن. شوف الدقه في التفسير. شوف، وخد بالك فرق مش كله زي بعضه، فرق يعني بينهم في حرف. يعني هنا دركات بالكاف، شيل الكاف حط الجيم، بقى الدرجات بقت الجنه. شوف سبحان الله. وذلك يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل. أيوة. من النار. صحيح. بس خد بالك في نقطه مهمه عشان ما نخوفش الناس. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، مش المنافقين اللي القران يقصد منافقين بعينهم هنا. مش لان عندنا النفاق نوعين، ده مهم في غايه الاهميه، نعمل عنها حلقه لوحدها دي. نفاق عقيده ونفاق سلوك. نفاق العقيده ان انا اظهر الايمان وابطن الكفر. قلبي كافر بس لساني مسلم، كلام جميل. انما ده اسمه نفاق عقيده، زي عبد الله بن ابي ابن سلول والمنافقين اللي ايام النبي. انما نفاق السلوك اللي هو اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا ده اسمه نفاق ايه؟ سلوك. انا مؤمن بس سلوكي فيها نفاق. كلام او فيه، والنبي قال ايه؟ ففيه خصله من النفاق حتى يدعها. صح كده؟ يسيبها. نسيبها.
فربنا لما يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار مش نفاق السلوك نفاق الايه العقيده مش نفاق اخلاقي العقيده صح العقيدة الدرك اللي هو الاسفل دول اللي هم اللي هم كفرة بالزبط. ما بيؤمنوش بربنا سبحانه وتعالى ويطلعوا يظهروا الايمان ويبطنون الايه ويبطنون الكفر لان لو كان القران يقصد ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار نفاق الاخلاق يبقى كلنا هنتقابل هناك يا خرابي كلنا بجد حاجه مرعبه فانا مش عايزين نخوف الناس بقى لا مش نفاق مش نفاق سلوك يا جماعه مش نفاق اخلاق ان واحد وان كان برضه منفر برضه منفر طبعا ذنوب بس ما يوصلناش الدرك الاسفل يعني الذنوب ان شاء الله ربنا كده ما يوصلناش الدرك الاسفل من النار انما الدرك الاسفل من النار لمين لمن اظهر الايمان وابطن الكفر ومات على ذلك رئيسهم مين زعيمهم مين عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو ساب سيد عائشة كده خلصنا من دي ماشي. درجات الجنه بقى قول لي بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجه في الجنه ما بين الدرجتين ما بين الدرجتين الدرجه دي واللي فوقيها خير رسول الله قال كما بين السماء والارض يا سبحانك يا رب ودي نطلعها ازاي ودي مش احنا في الجنه يعني فرق بين الطبقات فرق بين الدرجات يعني دي درجه يعني انا حاجزه في الفندق مثلا 4 نجوم ده 5 نجوم ده 6 نجوم ده 7 نجوم فرق بين السماء والارض فرق بين الدرجه والثانيه في الجنه كما بين السماء والارض الموضوع كبير صح قوي طيب نتكلم عن مساحه الجنه احنا نتكلم دلوقتي عن جدران الجنه ارضيه الجنه تراب الجنه حصو الجنه خيام شجرة الجنه من 100,000 سنه دي شجر الجنه 100 سنه قصور الجنه مش كده درجات الجنة. غرف الجنه صح كده انت قلت لنا غرف الجنه غرف المساحه بقى ايه بقى مساحه الجنه القران خدنا على قد عقلنا لان دايما ربنا يخاطب الناس على قدر ما يتحمل العقل يعني ربنا لما يجي يضرب مثل للناس في وقت النبي يضرب مثل بالجمال والحصينة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت صح خدي بالك بقى وبعدين الى السماء كيف رفعت للي احنا موجودين دلوقت وبعدين يجي نازل تاني والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ويقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يعني العرجون الله يفتح عليك العرجون عارفه السباطه او الزباطه بتاعت البلح العنقود بتاع النخله اللي فيه البلح فهو ده لما الراجل بتاع النخله يطلع ويجي منزله ونيجي احنا واخدين البلح منه بيتبقى الفروع بتاعته الخفيفه دي فكانت زمان جدتي في البلد تمسك البتاعه ديت وتربطها كده ويبقى اسمه مقشه بلح لو تفتكر عارفاها فيبقى البلح المقشه دي الله يفتح عليك البلح لما يبقى تقيل بيبقى شادد العنقود ده لتحت فلما ياخدوا منه البلح بيبقى واخد نص قوس فلما تربط الشلاشيب بتوعه كده يبقى عامل نصف قوس هو ده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم شفت الكلام الجميل ياخد نفس شكل المقشه دي كده مقشه بلح الجماعه بتوع البلد هم اللي واخدين بالهم من الحته دي دلوقتي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك احنا بتوع البلد يا فضيله واحنا برضه ما انا بلدي بتوع البلد النبي انا طنطاوي طنطا ايوه ما انا اهو انا بقول لك احنا اهو انا عارفه احنا بتوع البلد نتشرف والله فربنا بيضرب مثل تقريبي عشان العقل ما ايه ما يتحملش فلما اتكلم ربنا عن مساحه الجنه اتكلم في موضعين قال الله وسارعوا الى مغفره خدي بالك كل الطرق مراقبه بالرادار وكلما زادت السرعه كلما زاد الخطر الا الطريق الى الجنه فغير مراقب وكلما زادت السرعه كلما زاد الامان كلما قلت السرعه زاد الخطر طريق الجنه عكس اي طريق طريق الجنه هات فيه اقصى سرعه امشي فيه على 200-240 ده الامان امان بدليل ان ربنا قال وسارعوا سارعوا يعني ايه وسارعوا الا ان ربنا في القران يتكلم الانطلاق على قدر الهدف معلش لازم نقول الحته دي الانطلاق على ايه على قدر الهدف كل ما يبقى الهدف غالي وسمين وعالي كل الانطلاق ما يبقى ايه سريع فلما ربنا جه مثلا يتكلم عن الرزق قال ايه فامشوا في مناكبها بهدوء وكلوا من رزقه مش من رزقه في الرزق قال فامشوا الارض في الصلاه قال ايه بقى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله شوف الهدف اهو الهدف اعلى شويه بقى في الجنه وسارعوا وسابقوا طب اذا كان الهدف الله ما ينفعش بقى لا سارعوا ولا سابقوا ولا امال يا رب قال ففروا الى الله الله شوف الله الفروقات شوف الفروقات الجميله كل كلمه وبعضها يبقى الرزق فامشوا الصلاه اسعوا الى فاسعوا الى ذكر الله الجنه سارعوا وسابقوا الى الله بقى ده بقى ما فيش بعده بقى ففروا فر ده يعني ايه ايوه جميل خدي كمان فربنا اتكلم عن مساحه الجنه على قد عقلنا فقال لنا ايه وسارعوا الى مغفره من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. وهناك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني ربنا ذكر العرض دون الطول. عارفة يعني إيه عرضها السماوات والأرض؟ مش السماء والأرض جنب بعض، لا، السماوات السبع نفرتها جنب بعضها. السماء دي جنب مش فوق بعض. هنفك السماوات السبع كده، واحد عنده سبعة أرغفة عيش هنقول اهو فوق بعض، نحطهم جنب بعض، جنب بعض. والأرض سبعة هنحطهم برضو جنب بعض، يبقى 14. ده إيه يا رب؟ قال لك ده عرض الجنة. طب إيه ربنا ذكر العرض دون الطول ليه؟ لأن دايما الطول بيبقى أطول وأكبر من الإيه؟ من العرض. أيوه. فيجي ربنا يدينا شيء يتحمله العقل فقط. إنما بقى، وخد بالك، واحد يقول لك الله، أمال لو كان عرضها السماء والأرض، أمال يا عم ده السماء والأرض في ملك الله ولا شيء. شوفوا لما التقطوا صورة للأرض وجدوا أن الأرض بالنسبة لكواكب أخرى، الأرض كوكب مش كده برضو، الشمس نجم. فقال لك وجدوا أن كوكب الأرض بالنسبة لكواكب الأخرى كحجم الزيتونة بالنسبة للبطيخة. وكبرها بقى. طب الزيتونة دي أنا وحضرتك بالنسبة ليها ناخد إيه؟ بنتقاتل على إيه؟ ولا ليها لازمة. يبقى ربنا قال الجنة عرضها السماوات والإيه؟ والله. عرضها السماوات والأرض. يعني إيه يا جماعة؟ يعني الجنة لا نهاية لها، لا أركان لها، الله، لا مساحة لها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قصور الجنة، نتكلم عن قصور الجنة، نختم بقصور الجنة. قصور الجنة في قصور في الجنة، بس هنختم طالما الوقت قليل. في قصر في الجنة يا أستاذة، وده بنادي عليه بقى لكل ما بينهم مشاكل أو زعلانين من بعض أو مخصمين بعض. اسمه قصر، أنت عارفة؟ قصر العفو. الله. الحديث من حديث أبي هريرة عند أبو يعلى في السنن وغيره، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عن سيدنا أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يضحك يبتسم ما معوش حد، قلت يا رسول الله مما تضحك؟ أضحك الله سنك. قال يا أنس، وفي رواية أبي هريرة، عجبت من رجلين جسيا بين يدي الله يوم القيامة، أحدهما ظالم والآخر مظلوم. فقال المظلوم يا رب خذ لي مظلمتي من الظالم. فقال الله، كده كلام واضح. ربنا قال للظالم ادي لأخوك مظلمته. فالظالم بكى، بتبكي ليه؟ قال له يا رب من أين وقد فنيت كل حسناتي، أنا وزعت حسنات كتير قوي، كنت ظالم ناس كتير قوي، حسناتي إيه؟ خلصت، يا خسارة، صلاتي راحت وزكاتي. فربنا يقول للعبد المظلوم طب أخوك هيعمل لك إيه؟ وانظر إلى حلم الله مع الاثنين. انظر إلى صبر ربنا مع الاثنين. فيقول له أعمل لك إيه؟ فيقول له يا رب إن لم يعطني حسنات فليحمل من أوزاري. حدش هيعطي حد. فربنا يلهم العبد ده يا أستاذ المظلوم أن ينظر إلى أعلى، فيرى قصور، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ونعيم، فيقول له يا رب لمن هذا؟ ينسى الظالم وينسى المظلمة، لمن؟ فيقول له لمن يملك الثمن. قال له ثمن؟ ده المتر النهاردة في اكتوبر مش عارف بكام، وفي مصر الجديدة بكام، ونعمل ايه؟ ومين اللي يجيب ثمن ده يا رب؟ يقول له أنت تملك ثمنه، أنا فيش حاجة في جيبي، ولا معايا شيك، ولا معايا دفتر شيكات، ولا حساب. منين يا رب؟ قال له تملك ثمنه بعفوك عن أخيك. الله. فالعبد بدون تفكير المظلوم بقى يقول له عفو عن اخويا، ولا اخويا ولا اللي جابوه بالسلامه، عفوته عن اخي بس اديني ده. فربنا يقول له، شوف بقى سيدنا النبي هو بيقول في حته ان العبد قال له يا رب ان لم يعطني حسنات فليحمل من اوزاري، سيدنا ابو هريره بيقول ففاضت عين رسول الله بالدموع. النبي بكى، ولما جه في الاخر ربنا سبحانه وتعالى قال لعبده بقى اللي عفا، قال له اتتكرم علي وتكون اجود مني؟ لقد عفوت عنه وانا قد عفوت عنكما، خذ بيد اخيك وادخل الجنه معه. اسمه قصر العفو. فيجي سيدنا النبي يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين عباده المؤمنين يوم القيامه. يلا اللي عايز قصر العفو يا دعاها ان يعمل ايه؟ يعفو عن الناس. بس فضلت الشيخ احمد الصباح، حلقه جميله 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 ومحفزه والله، ونتمنى ان احنا نكون من اهل الجنه يا رب كل سمعين. شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد الصباغ. بعد الفاصل فقره طبيه مسجله. مشاهدينا مرة تانية، ما يصلحه الرجيم تفسده الخروجات والعزومات والكافيهات، ها، وبالليل بقى ننزل نشرب حاجة كده بس مع أصحابنا، فنطلب مقانق بدبس الرمان، ونطلب مش عارف ايه، اصل العيش السخن القابب ده بيبقى فظيع، اصل ايه
ازاي نقدر نسيطر على فكرة انه انا وانا خارج عيني وبطني وريقي ما يجريش على الاكلات في الكافيهات وفي الاماكن وفي العزومات؟ دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة ودبلومة التغذية والتخسيس من الجامعة الامريكية وعضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة، زي حضرتك. اهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين. خلال النهاردة نطلق حملة كده لصيانة الجسم، ازاي نخلي جسمنا نعمل له صيانة، هنعمل له صيانة ولا نحافظ عليه من المدخلات الخارجية؟ هو خلاص يعني أكيد كل المشاهدين اللي بيشاهدونا ومتابعيننا بقالهم فترة، فهم المشاهدين اللي عندهم زيادة في الوزن. فإحنا عايزين نعمل لهم بقى صيانة. يعني أنت سبت جسمك فترة طويلة قوي لغاية لما وصل للوزن اللي أنت فيه دلوقتي، سبت جسمك من غير ما تكون حاطط عينك أن أنت ترعاه، أن أنت تحافظ عليه. وجسمنا زي أي حاجة في الدنيا، لو مش رعيناها وحافظنا عليها يبقى لازم بسرعه نفكر ازاي نعمل له صيانه. طيب هنعمل صيانه ازاي في حاله وجود عزومه مثلا؟ اوبن بوفيه فظيع قدامك من هنا لاخر البيت، مليان بقى من خيرات الله وبط وفخد وحاجات كده فظيعه، ازاي لو انت عندك اراده وانت في البيت وما عندكش في الثلاجه غير طبق السلطه اللي انت عامله وحته الفرخه المشويه ماشي، انما تنزل تلاقي خيرات الله وتعرف تتحكم ازاي في نفسك؟ طيب احنا عندنا نوعين، في نوع خلاص قرر ان هو ينزل في وزنه ومعزومه على عزومه. قبل العزومه حاول انت تاخد على طول الالياف الطبيعيه او الفايبرز عشان تملى المعده بتاعتك، بحيث ان انت حتى لما تبقى داخل على الاوبن بوفيه انت عندك احساس بالشبع. وفي الشخص الثاني اللي خلاص جسمه نزل، هو دلوقتي في مرحله الحفاظ، فتقدر في الحاله ديت ان احنا زي ما نقول نظام، فكل كل حاجه نفسك فيها بس بنظام، ما تكترش. يعني ابدا الاول زي ما احنا كده عارفه انت الفرنساويين اساتذه جدا في الموضوع ده، اللي هو يبدا البدايه بالسلطه وبعد كده الشوربه وبعد كده المين ديش يبتدي ياخد الطبق الرئيسي. البطء في الاكل بيخلي البطء في الاكل والمراحل ده حقيقي، ده حقيقي. لا احنا بنجيب الطبق نحط كله على بعض وطبق الشوربه في النص كده يعني فتلاقي كله في بعض. كله لا خلي حياتنا دايما طالما نوينا ان احنا نحافظ على جسمنا ونبص له صح بنظره، حتى انت عشان نفسك تبقى مبسوط وسعيد بالنتيجه اللي انت واصل لها. فدايما حط موضوع النظام في اكل. يعني انت بتقول نبتدي بحاجه في حاجه في حاجه، مش الطبق اللي عليه كل حاجه ده مع بعض ميكس. صحيح. بس هو الرز يتاكل من غير بسله مثلا، ولا البسله تتاكل من غير رز؟ الحاجات دي يعني لازم كده يبقوا مع بعض تحابيش. لو انت حاسس ان انت قراءتك ضعيفه وخلاص انت رايح عزومه وعارف ان هيبقى فيها اكلات شهيه قوي، على طول ابدا بالفايبرز الالياف الطبيعيه، خدها. هتعمل لك على طول زي كوتنج للمعده، بجدار المعده كله هيبتدي ان هو يتغلف، بلس المعده نفسها هتبقى مليانه. وخش العزومه زي ما انت عايز، مش هنقول لك لا. بس خلاص انت واخد نسبه الريسك او المخاطره ان انت تاكل وتبوظ نفسك وتبوظ جسمك في الاكله الشديده دي، من انت واخد الالياف انها خلاص ماليه معدتك. طب هنشوف الالياف بتعمل ايه في المعده كده في نشوف. الفيديو اللي معانا يعني المشاهدين اللي متابعينا هنشوف الفايبرز لما هناخده عن طريق الفم. وبمناسبه الالياف الطبيعيه هي عباره عن فواكه وخضار، ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات، هي دخلت جوه المعده، ابتدت الحبيبات بتاعت الفايبرز بتكبر مع الميه، وجود الميه بتعمل لي زي جيل. جوه معدتنا في هرمونز اسمه السي سي كي، ده على طول اول ما المعده بتتملي بيبتدي يطلع اشارات للجهاز العصبي عشان يدي احساس للجسم كله ان هو شبع. طبعا الالياف الطبيعيه اللي احنا بناخدها الباودر ده في منه نوعين جوه الكيس، يعني الكيس الواحد نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. طبعا النوع اللي هو بيدوب في الميه اولا بيخلي نسبه الجلوكوز اللي احنا بناخدها او السكريات الجسم ما يمتصهاش اصلا، فبالتالي هيساعده ان هو يقلل نسبه الجلوكوز اللي موجوده في الدم، ودي ميزه مهمه جدا لمرضى السكر او الناس كمان المعرضه ان يجي لهم السكر. وعلى فكره النهارده في علم الجينات او علم الوراثه ابتدى النهارده يقدر يقول لك ان انت بعد كام سنه لو ما حافظتيش على نفسك ممكن تصابي بامراض معينه. الحاجه الثانيه المهمه كمان الكوليسترول، يعني برضو الكوليسترول هيبتدي موجود الفايبرز او الالياف الطبيعيه هيخلي جسمنا من الاساس ما يمتصوش. يعني لو كان اكلنا فيه كوليسترول فبالتالي الجسم بتاعنا مش هيمتصه اصلا عن طريق السوليبل فايبرز. وطبعا النوع الثاني اللي هو الانسوليبل فايبرز بياخد بقى كل التريسز او بياخد كل الشوائب الموجوده في جسمنا وبياخد كمان الدهون اللي اتكسرت ويطلعها بره الجسم. وجود الفايبرز هيرفع لنا او كل ما ناخد فايبرز كتير كل ما ده هيساعد ان انا بقلل وزني، ده رقم واحد. بيساعد ان انا بقلل نسبه الجلوكوز اللي موجوده في الدم،
بيساعد كمان رقم ثلاثة ان انا بقلل نسبة الكوليسترول اللي موجودة في الدم. جميل. طيب مين اللي ممنوع انه ياخد الفايبرز؟ مين الممنوع ان ياخد الفايبرز؟ هو لغاية دلوقتي كل الاحصائيات والدراسات على مستوى العالم ما لقيتش اي اثار جانبية من الفايبرز. بالعكس لو هنبص على الهيئات العالمية الكبيرة على مستوى العالم، وطبعا اهمهم نظام الصحة العالمية WHO، هنبص على منظمة الغذاء والدواء الامريكية FDA، هنبص على الجامعات الطبية المعنية كلها بتوصي باستخدام الفايبرز من عند الأطفال حتى كبار السن. ودايما بيقول لك يعني حتى في الصين كل ما يعني من سن صغير لغاية المسن لغاية مثلا المسن يقدر ياخده. لأن ما فيش أي ضرر إطلاقا من ألياف طبيعية، المصدر بتاعها أو السورس بتاعها هو نبات الفواكه. حتى الصين نفسها يعني بيقول لك كل ما ناخد ألياف طبيعية أكتر كل ما كان معدل طول العمر بصورة صحية يفضل أحسن. جميل. طيب الكوليسترول، القلب، الضغط، السكر، كل دي أمراض مرتبطة بالسمنة. صحيح. هل الألياف أو الفايبرز أو الحاجات دي يعني ليها علاقة مباشرة بتنزيل الكوليسترول أو بضبط السكر أو كده ولا؟ طيب هو دايما الكوليسترول بنقول فيه نوعين، في نوع ضار بالجسم وفي نوع حميد او أوكي. كويس للجسم. أوكي. لو هناخد النوع اللي هو الضار اللي هو ال LDL او بنسميه عليه الكثافه بتاعته قليله، وجود الالياف الطبيعيه لما بناخدها في جسمنا، جسمنا مش هيمتص اول حاجه الكوليسترول اللي داخل، يعني لو انت في اكلك بقى فيه كوليسترول فهيخلي جسمك مش هيمتصه. اوكي. ليه مش هيمتصه؟ لان الالياف بتعمل زي ما قلنا تغليف للمعده. ايوه. فبالتالي مش هتدي فرصه للكوليسترول الضار ان الجسم يمتصه او يدخله في مجرى الدم. الحاجه الثانيه كمان الدهون اللي بتتكسر دي ما هي محمله بالكوليسترول الضار، وانا بكسرها لك وبطلعها لك بره الجسم. فبالتالي لو انت عندك زياده في الوزن ومرتبطه بالكوليسترول، او الهيستوري بتاع العيله عندك ممكن يكون حد هيصاب بالكوليسترول، فتقدر تاخد الالياف هتنزل لك وزنك وفي نفس الوقت كمان هتقلل لك من معدل الكوليسترول في الدم. جميل. خلينا نشوف كده الالياف الناس ممكن تاخدها ازاي، بتحطها تقلبها في كوبايه، اشرح لنا الفيديو ده. الفيديو ده يعني احنا حاولنا ان احنا نبقى بطريقه مبسطه قوي، جبنا كوبايتين ميه، ميه عاديه جدا، وحطينا في كوبايه اللي هتبقى على ايدينا، لو احنا الشاشه بتبقى في المواجهه لينا هتبقى على ايدينا الشمال، حطينا طبقه زيت ودي هنمثلها انها تبقى الدهون اللي في جسمنا، وحطينا فوقيها الكيس بتاع الالياف الطبيعيه. والكوبايه الثانيه اللي هتبقى على ايدينا اليمين فيها الميه، وضفنا عليها مباشره الالياف الطبيعيه. وطريقه تحضيرها سهله جدا، يعني ميه وكيس الباودر بتاع الالياف الطبيعيه هنقلبه لمده دقيقه او دقيقتين، هيحصل عمليه التجانس ما بين الفايبرز وما بين الميه، وهتدينا الشكل اللي هو بتاع الجيل زي ما احنا شايفينه على الشاشه. وبرضو عنينا على الكوباية التانية اللي فيها مية وفيها زيت وفيها فايبرز فيها ألياف طبيعية عشان نشوف إيه اللي هيحصل جوه جسمنا، نتيجتها هتبقى إيه. إحنا بنقلب لمدة دقيقة أو دقيقتين، وبعد كده لما هنيجي حتى نقلب الكوباية هنلاقيها ما بتنزلش، وده حصل خلاص عملية التجانس ما بين الألياف وما بين المية. الاتنين بنشبههم دايما زي مغناطيس سالب وموجب، الاتنين بيتحدوا مع بعض ما بيسيبوش بعض. فهنبتدي ناكلها بالمعلقة قبل وجبة الغداء بتاعتنا، قبل وجبة العشاء بتاعتنا هناخد الألياف الطبيعية هتملالنا المعدة بتاعتنا فحسيت بالشبع. برضو عنينا على الكوباية اللي على ايدينا الشمال عشان برضو نبقى شايفين الدهون هيحصل فيها ايه. زي ما احنا شايفين كده ابتدت الفايبرز مسكت في الدهون وهتبتدي تنزل واحدة واحدة لقاع الكوباية. ده معناه الإخراج يعني، ده معناه تاخد الدهون وتخرج بره الجسم خالص. ده حقيقي. شوف الكتلة كلها نزلت، هي الفايبرز مع الدهون كلها نزلت لاسفل الكوبايه، وده اللي بيحصل. طيب يعني هي كده ليها فايدتين، بتنفش في المعده وتاخد الدهون المترسبه في المعده ولا في الجسم؟ بتاخد الايه؟ الدهون اللي في المعده ولا في الجسم؟ الاثنين. انا كده كده طالما انا في دهون ببتدي ان انا اكسرها، لان الجسم عباره عن اشارات. اوكي. جوه الجسم في سيجنال. فبيبتدي محتاج ان هو الدهون اللي موجوده في الجسم بيطلع منها طاقه. والفايبرز زيرو كالوريز ما فيهاش اي نوع من انواع الطاقه، فهياخدوا الطاقه بتاعته منين؟ فيبتدي ان هو يكسر الدهون. كمان الدهون وفي حاجه زيرو كالوريز. طبعا الفايبرز. الفايبر زيرو ايه يعني؟ هوا. هوا.
بلاسيبو زي الميه بالظبط. الميه ما فيهاش كالوريز، بس دي يعني فواكه مجففه وحاجات كده يعني اكيد فيها. هي معموله بطريقه النانو فايبرز. ولما اتعمل بطريقه النانو فايبرز الكالوريز بتاعتها لما بيقيسوا الطاقه اللي بياخدها الجسم زيرو. لان في جهاز بيقيس الطاقه، اي حاجه احنا عشان نعرف الطاقه بتاعتها او اي اكل او حتى اي حاجه بنشتريها من السوبر ماركت بتلاقي مكتوب عليها القيمه الغذائيه بتاعتها. تمام. فدي الناس بيعرفوها ازاي، العلماء بيعرفوها ازاي؟ بيبتدي في حاجه اسمها جهاز لقياس الطاقه. تمام. لما بنيجي نقيس الطاقه اللي موجوده في الفايبرز بنلاقيها زيرو كالوريز، مفيش اي نوع من انواع الكالوريز. لكن فيها ايه بقى؟ فيها فيتامينات، ودي مهمه جدا للناس اللي بيعملوا دايت لانه بيحتاج فيتامينات. فهياخدها من الالياف الطبيعيه. جميل. محتاج املاح طبيعيه. دي موجوده في الفايبرز، هيقدر ان هو ياخدها. طيب انا معايا اتصال من اميره. الو. اهلا يا اميره، ازيك؟ اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذه زواج؟ عامله ايه؟ بيكي الحمد لله. احكي لي كده انت ايه تجربتك مع الالياف؟ والله انا سمعت الاعلان يعني فقلت اما اجرب. انا كنت 81 كيلو فجربته ف يعني لمده شهر، بعدها لقيت نفسي نزلت لحديت 85 كيلو 75 وكده، وبعدين بطلت شويه وزني ما رجعش تاني. فطلبته بقى كمان مره وبعديني فيه بقى الاسبوع. يعني انت نزلتي 5 كيلو في شهر؟ 6 كيلو. 6 كيلو في شهر؟ من 81. من 81 ل 75. طيب اكلك اتغير ولا كنت بتاكلي ايه؟ لا ما كنت باكل الاكل العادي يعني، ما عملتش نظام دايت ولا اي حاجه. هو كده انا كانت مشكلتي ان انا بحب الاكل متاخر يعني، كنت طول النهار بره في الشغل وكده وبرجع ايه يعني اكل بقى يعني. المشكله دي اتوقفت يعني، ما عنديش بطلب اساسا الاكل بالليل، هو يا دوبك اجي يا دوبك الغدا وخلاص بقى. ومش بحب بقى، عايزه الشهيه مش اللي هي بقى اللي طول الوقت عايزه اكل وكده وتتالي. بتاخدي الفايبرز بالليل؟ كنت باخده قبل الفطار وقبل الغدا، بس ما كنتش بقى بتعشى يعني. هو من قبل الغدا وتاكلي وجبه الغدا وبعد كده خلاص ما تتعشيش؟ لا خلاص بقى ما كنتش يعني عادي. لا انا ما كنتش ببقى جعانه يعني، فاهماني؟ خلاص. لكن اقل يعني هو الاكل من نفسه انا بقيت يعني بقى قليل يعني. طيب قولي لي عايزه تخسي كام كيلو يا امير؟ نعم؟ عايزه تخسي كام كيلو؟ لا انا عايزه اخس كمان يعني. انا قلت لما لقيت الدنيا حلوه كده فقلت لا انا هخلص بقى لحديت ما نوصل لوزننا المثالي يعني ان شاء الله. عايزه توصلي لكام؟ انا عايزه اوصل لحديت 60 ان شاء الله. 60؟ طيب يعني لو بمعدل 5 كيلو في الشهر يعني 3 4 شهور وتوصلي ان شاء الله. ان شاء الله بامان ان شاء الله. اللي مفرحني منه ان هو يعني ان الوزن يعني ما يعني بطلت فتره تاني. وبعدين ما رجعتش تاني. لان كنت ماليه يعني يمكن المعده ما صغرتش ولا ايه؟ يعني هي مالت المعده. ايوه لا انا ما يعني مش باكل زي الاول، انا باكل كاني كنت باخده يعني فاهماني؟ يعني لما بطلته بقيت اكل زي ما كنت باكل زي ما كنت باخده. طيب جميل، شكرا ليكي يا اميره وان شاء الله تخسي وتوصلي للوزن اللي انت نفسك فيه. استاذ محمد. الو. ايوه اهلا يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، ازيك استاذه دعاء؟ الحمد لله. قول لي انت خدت الالياف؟ انا خدت الالياف لمده شهر. وتقريبا نزلت 7 كيلو. 7 كيلو؟ حيك وزنك كان كام؟ كان 100. 100 كيلو. انا بقول 5 كيلو للالياف و2 كيلو للرياضه. بدات تلعب رياضه؟ لا بقيت العب رياضه. طيب حلو، يعني من اول ما بدات تاخد الالياف وبدات تعمل رجيم مشيت معاها الرياضه كمان. مشيت معاها الرياضه وهي فتحت نفسي بصراحه للرياضه. طب حلو قوي، ما هو كله يعني بيشجع. الجسم خف فابتديت المشي ازود يوم عن يوم لغايه ما وصلت لمعدل كويس في المشي. بتمشي قد ايه في اليوم؟ بصراحه قبل كده. بتمشي قد ايه في اليوم؟ بمشي حوالي ساعه الا ربع. حلو قوي. بتمشي كام يوم بقى في الاسبوع؟ يعني نقول حوالي 5 أيام في الأسبوع. طب والله ده هايل هايل. كمل بقى، كمل ما تزهقش. هي بصراحة يعني فتحت نفسي للمشي والإكسرسايز، والإكسرسايز نفسه بيرفع المود بتاع الواحد يعني. يعني هي ليها سو ميني بينفيتس يعني. وحضرتك ما كنتش عملت رجيمات قبل كده؟
يعني من نقول مثلا من 15 20 سنه اخر شيء. والله فلما يعني طلبت الالياف اتشجعت، بقت تشبعك ولا ايه؟ الالياف طبعا مدتني احساس بالشبع، وبالتالي كميه الاكل اللي كنت باكلها الاول قلت، ما عادتش زي الاول. حاجه. الحاجه الثانيه اللي نفس الدكتور خالد يعني برضه يوحي، هي ما بتقفلش شهيه 100%. يعني كنت عاوزها يعني تقفل خالص بلوك اكتر شويه من كده. ماشي، هنسال فيها استاذ خالد. معانا اتصال تاني، سميرة. ايوه اتفضلي. ازيك يا استاذ سميرة؟ اهلا بيكي يا استاذ سميرة، اتفضلي قولي لي. لا انا اخدت المنتج فعلا ليا 25 يوم يعني، لكن جايب معايا مفعول حلو قوي. انا ما توزنتش ولا حاجه، بس انا حاسه بنفسي ان انا يعني نشيطه وخفيفه، لان انا ست كبيره في السن، عندي 68 سنه، ما بقدرش اتحرك في الشقه كتير وحركتي بطيئه، لكن جايب معايا نتيجه رغم ان انا قاعده يعني شبه الحاله كسب. طب كويس. انت حسيتي انك هبطتي، بطنك نزلت، دراعاتك نزلت يعني حسيتي؟ انا وزني كان 94 كيلو، من يعني من 95 ل 94، حاسه ان انا نزلت. لسه ما وزنتيش نفسك؟ لسه، لان انا عندي ميزان قرصه بس بينكر عشان بيتحرك كتير، انا مش عارفه توزني نفسك مظبوط. ايوه، بس اهم حاجه الاحساس الداخلي، هو الاحساس الاحساس الداخلي اهم حاجه، الواحد بيحس. لا 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 لا، انا حاسه غير الاول يعني، نشيطه، بقوم خفيفه عن الاول. طب كويس قوي. ومع اني يعني الاول انا من النوع اللي مش اكل قوي، لا بس ما كنتش استحمل الجوع، دلوقتي انا باخده ما فيش جوع خالص، واخده الصبح بعد قبل الفطار وقبل الغداء. طب كويس قوي كويس قوي. كملي بقى كملي بقى. 68 سنة لسه صغيرة على فكرة، كملي بقى 10 كيلو كده يرجعوك 40 على طول. الله يخليك، واشكري لي الدكتور خالد. حاضر، شكرا. انا بشكرك يا دكتور خالد. شكرا ليك يا مدام سميرة. انا هسألك سؤال لأستاذ محمد، بيقول لك هو ما بيقفلش خالص ليه؟ انتوا سايبين لهم حتة ياكلوا هو بيها. اكيد اكيل يعني. لا هو طبيعي انه مش هيقفل يعني خالص، والا الدنيا تبقى سودة قوي من غير اكل يعني. الاكل برضه متعة ونعمة من نعم ربنا. ده حقيقي. بس هي الفكرة كلها في الفايبرز، انها يعني كل ما بنشرب عليها مية كل ما بتكبر، فهتاخد حجم المعدة. ممكن هو حاجه من الاثنين، يا اما هو اكيل قوي فمعدته اوريدي كبيره قوي، او الحاجه الثانيه ممكن يكون هو ما بيشربش ميه كتير معاها، فبالتالي ما بتاخدش الحجم بتاع امتلاء المعده بشكل كامل. غير كده وكده يعني، حتى لو انت مثلا انا قفلت لك المعده بتاعتك بنسبه 80 او 90%، فدي بالنسبه لي انا برضو سكسس ستوري في الحالتين دول. طبعا. هي قصه نجاح. وانت نزلت المعدل بتاعك في الشهر اللي هو نزلت حوالي 6 كيلو. ده المعدل العالمي الستاندرد. فدي برضو قصة نجاح تانية. 6 كيلو في الشهر ده كويس. ده كويس جدا. ده حقيقي. طبعا واحد نفسه بيتفتح، يعني دايما نقول علشان تبقى الدنيا حلوة لازم كمان صحتنا تكون حلوة. فأنا النهاردة لما بنزل من وزني أنا بتشجع على حاجات كتيرة جدا ما بقدرش أعملها. هو تشجع للرياضة. فعلا يعني حاجة زي الرياضة، أنا بتشجع، أنا بفتح نفسك على مرة تانية إن أنت تمارس حياتك بشكل طبيعي. لانه كمان مفيش دواء كيميائي او في حاجه تنغص عليه عيشته او تضايقه او تعمل له صداع او تقلل من همته يعني. يعني هو بياكل كل حاجه كمان، فدي بتساعده ان هو يقدر يعني يمارس نشاطه. ميزه طبعا في الفايبرز انها حاجه ناتشرال طبيعيه جدا، فش اي ذره كيماويات نهائيا. فبالتالي انت بتاخدها بامان تام. تمام. حتى لو انت معاك امراض مصاحبه بتاخد ادويه تقدر تاخدها، مفيش اي علاقه ما بين الفايبرز او بالادويه اللي انت بتاخدها. طيب، حتى كان بيسال انه عنده تليف او حاجه في الكبد يعني، فهل ممكن تساعده ولا تاثر او كده؟ هتاثر بالايجاب. يعني هتساعدك ان انت صحتك تكون احسن. هتساعدك ان انت تنزل في وزنك. هتساعدك ان انت ترجع مره ثانيه تباشر حياتك بشكل طبيعي، اذا كنت بتشتغل او سواء كنت زمان كنت رياضي وبطلت تمارس رياضه نتيجه حالتك الصحيه. هتساعدك مره ثانيه ان انت تباشر حياتك بشكل افضل. دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه، انا بشكر حضرتك، منورني دايما. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.